وبعدين يا ربع، احنا بقالنا اسبوع مش عارفين نصطاد تمساح واحد. التماسيح باجت شرسة جاوي وبتهاجم اي حد يقرب لها يا عدوي. احنا لازم نصطاد تمساح واحد على الاقل عشان نبيع جلده. تجار الجلد مستنينا وهيدفعوا اي حاجة بس نصطاد. شفت اللي حصل للواد حمو لما جرب يصطاد تمساح امبارح؟ ربنا يشفيه، التمساح كان هيموته. بقول لك ايه، ما تيجي نجرب الضفة التانية، يمكن نلاقي تمساح طيب ولا حاجة. يلا بينا. يلا حط الراس وانزل مع التماسيح. انت متأكد من اللي بتقوله دي؟ انا ننزل مع التماسيح؟ عيبت ناجي الشيخ صيادين التماسيح. انا مش قلت لك هتعمل ايه لما تنزل البحيرة؟ لا ما قلتش. اخ شكلي نسيت. زي ما قلت، التمساح بيحب التمساح، فأول ما يشوف تمساحة قدامه بيعمل ايه؟ لا أنا نكسف. قول انت. بياخدها بالحضن، فتروح انت حاضن فيه ومطلعه برا المية، لأن التمساح في الوقت ده بيبقى مسلم خالص وضعيف. يلا اتكل على الله. خالي أنا خايف قوي وحاسس ان الكلام ده مش حقيقي. انت بتكذب شيخ الصيادين يا ولد. لا مش قصده يا مونجي، انا معاك اهو وهنزل. التمساح هيقابل التمساحة. يلا روح. انا قلقان قوي. الراجل المجنون ده بيعمل ايه؟ قصدك ايه؟ اني راجل ده اللي هناك، ده اللي لابس لبس تمساح، ده شكله مجنون رايح ينزل مع التماسيح، دول حياكلوه. هو انت مش قلت ان دي طريقة صيد التماسيح؟ انت مين؟ يا خالي ارجع يا خالي. اشتري اللي بتشتر. الله ربي ارجع يا خالي. بتقول ايه يا مكار؟ انا مش سامعك. ارجع يا خالي. عم اندي بيخرف. يعني ايه؟ عم اندي قال لي ان التماسيح هتاكلك. الحقوني. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ حد برضو يقرب من بحيرة فيها تماسيح كده؟ حد عاجل ينزل مع التماسيح؟ انت هتجنني يا راجل. انت مش انت اللي قلت لي اعمل كده؟ اني يا ابن، انا اول مرة اشوفك دلوقتي. عم اندي بينسى يا خالي، ما ينفعش يعلمك اي حاجة عشان عنده مرض اسمه الزهايمر. ايوه اني فاكر ان عبدون قال لي ان عندي زهايمر بس أنا بنسى. إيه؟ مين الزهايمر دي؟ ده مرض بيجي لكبار السن وبيخليهم ينسوا. قول كده يا شيخ. طب وليه يعمل فيا كده الراجل بتاع الزهايمر دي؟ أيوه أنا فاكر زمان لما حد كان يحب يتعلم صيد التماسيح كنا بنعمل فيه مقلب. كنا بنلبسه لبس تمساح ونقول له اسبح مع التماسيح وهي مش هتعمل لك حاجة. ليه بتعملوا كده؟ عشان نضحك انا وجدك، بس في الاخر كنا بنلحقه قبل ما ينزل. انا بس عاوز نعرف دلوقتي، انت جبت منين لبس التمساح دي؟ ده بتاعي انا اللي اصطدته بنفسي. انت؟ انت ما تعرفنيش، انا اندي. ايوه دي يا عم اندي شيخ الصيادين وصاحب الجد التمساح. ايوه واني حفيد الجد التمساح. انعم واكرم، ده احنا نفسنا حد يعلمنا صيد التماسيح زي زمان. معلش عم انتي خلاص عنده زهايمر. يلا بينا يا رجالة عشان نحط جلد التمساح في المخزن. انت عندك مخزن فيه جلد تمساح؟ طبعا فيه جلود كتير مخزنها في مكان سري. ما تاخدوش في بالكم، عم انتي دي عنده الزهايمر وفيه حاجات كتير بيقولها غلط.